القاهرة تقدم النيل بيسأل، مسابقة يومية على هواء البرنامج العام، مقدمة من إدارة التوعية والإرشاد المائي بوزارة الموارد المائية والري. وفيها النيل بيسأل، وزي كل سنة بنتكلم عن حابي النهر العظيم، وبعد كلامنا يجي سؤالنا، واللي يجاوب السؤال يبقى ليه جوائز قيمة، لكن أكبر جايزة هي إننا نحافظ على كل نقطة مية. لازم نطور ونحسن أساليب الزراعة، وذلك بالاستخدام الأمثل للكيماويات سواء الأسمدة أو المبيدات، وأيضا معالجة المخلفات الصناعية قبل صرفها في النيل، ده غير ضرورة المحافظة على نظافة المدن والقرى الواقعة على طول مجرى النهر، لأن نوعية المياه في أي موقع تقاس بمدى نظافة وتحضر المجتمع السكني بالقرب من هذا الموقع. وسؤال حلقتنا النهاردة، أذكر إحدى الطرق للحد من تلوث مياه النيل. وبكرة سؤال جديد، وعشان تشترك في المسابقة ابعت 10 إجابات صحيحة قبل نهاية شهر يوليو على القاهرة مبنى الإذاعة والتلفزيون ماسبيرو الدور الرابع، مسابقة النيل بيسأل. عشان تفوز بجائزة من 5 جوائز قيمة قيمة كل منها 1000 جنيه، مع تحيات مروة خير الله، سامي الشيمي، وأيمن فتيحة.